بالنسبة لي حنا الإقبال ديال على الساعة السادسة كاين فيه واحد النوع من الإجحاف. علاش؟ لأن كتعرفوا بأن التجارة ديال الذهب الزبائن ما كيتحركوا يقتنيوها حتى العشية، الصباح تقريبا كيكون نشاط منعدم. نقدر نقول لك بأن 80% من النشاط التجاري خصوصا بالنسبة لنا حنا في الذهبية كيكون تقريبا ما بين الساعة الخامسة إلى حدود الساعة التاسعة، وبالتالي مسألة الإغلاق على الساعة الثالثة كانت في حقها صدمة بالنسبة لنا حنايا، رغم أننا حنا ملتزمين بالبروتوكول الصحي إلى جانب كبير. كيف ما كتشوفوا كاين ملصقات، درنا جوج الأشخاص في البوابات اللي كتدخل في هذا الرواق ديال الذهب على نفقة خاصة كيقوموا بالتعقيم وقياس حرارة ديال الوافدين، حيت بالنسبة لنا حنا كيف ما أكدنا سابقا بالنسبة للصحة ديال المواطنين اللي كيتوافدوا ولا ديالنا حنا كتجار، بالنسبة لنا حنا هي أولوية. ولكن نظرا للظروف اللي كنعاودوا نكرروا كنحاولوا ان نوصلوها للمسؤولين ويتفهموها، اللي هي الالتزامات والاكراهات الماليه اللي كاينه على عاتق ديال جميع التجار. كيف ما قلنا سابقا ان التجار عندهم شيكات، عندهم التزامات ماليه على راس كل اسبوع، بالاضافه الالتزامات اللي على كاهل جميع المواطنين، حتى مدروس، نحن على ابواب الدخول المدرسي، الاكريه ديال المحلات ديال السكن، اكريه ديال المحلات التجاريه هنا، الضرائب. دابا غير دابا تلقينا ورقه الاشعار ديال الاقتطاع ديال ليداك، يعني هذه المسائل كلها كتشكل واحد الضغط، وبالتالي فمساله الاغلاق على الساعه السادسه في حقها مجحفه بشكل كبير في حقنا. حنا كنلتمسوا ان المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات اللي قلنا وينضروا بواحد النوع من الواقعيه. هي في الحقيقه راه قاصحه علينا شويه، وعارفين حنا كان السوق يتساوي ولا بدينا كنصلحوا، ودابا ولينا كنسدوا مع سته، راه شويه قاصحه في الناحيه الاقتصاديه لينا حنايا وكل شيء. حنا كنطالبوا غير بشويه الوقت بحال الناس اخرين، ولكن سته العشيه راه كتكون شويه ماشي في صالح التجار كاملين. انا كنهضر معك بالناس كاملين، كلفونا باش نهضروا على هذه القضيه، راه من 6 العشيه راه شويه قاصحه علينا. مازال 8 ل 10 كي كانوا دايرين في الاول، يلا الناس كتدخل عندنا كنبداو نسدو كنمشيو. دابا راه هذا السوق بحال هكا كيهبط المستوى ديالو بالنسبه لينا. وحنا تابعنا مسائل، تابعنا طريطات، تابعنا كريدي، تابعنا هذه، راه ماشي في صالحنا هذا الشيء. راه حنا دوزنا المضره الاولى ديال السدان ديال 3 شهور، زيد دابا من يلا حلينا بدينا كنتعشوا شويه ونحيدوا الكريديات اللي علينا. كنا كنحل نسدو مع 8، من بعد داروا لنا 6 العشيه، حنا مضرورين فيها 6، ما من غتخدمها الناس يلا بداو يجيو عندنا، يلا خرجوا من الشركات، يلا اللي كيدخل كتجري عليه. هو دابا كليان هذا بغى يتغدى غنقول ليه انا ساليت. هادشي بزاف، حنا دايرين المسائل ديالنا ديال التعقيم، التباعد، كلشي، حنا محافظين وما عندناش زحام. القصري كتشوف فيه خاويه، على الاقل يعطيونا 8 شويه بعدا، عندنا التزامات وضرينا 3 شهور سدينا فيها. كنطالبوا من السلطات باش يدرسوا معنا المسائل كيفاش دايره، حنا مضرورين بزاف. 6 راه ما خداماش لينا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.